عمون تبين من الخبز هذا؟ لا انت ايش كريم عصاير وين بتلتفتين للخبز؟ المحلات في السوق الاخضر. جوله سريعه ان شاء الله. ها بابا شو ها تاخذين الشنطه؟ هات أماكن مفتوحة وفي أماكن مغلقة مكيفة ولكن متنوعة. هذا فيه مكسرات ومخللات ودنيا ولحوم ما شاء الله. تقول شوف وين بابا قلنا ندخل على كل محل. وين شو فيه؟ شو فيه المحل بابا بلكسر ها؟ فطامي شو بعد تبين؟ انا ابي المحل. ها يلا نسير ها اي فله سمك ذلك. هذا السوق المغطى بالملابس. تبين شاي؟ تبين تشترين شاي؟ شو اللي تبين تشترينه؟ ها شو اللي تبين تشترينه؟ ها شو خلينا نشوف يمكن نروح اوكي. هذه الفراوله عندهم نوع ثاني بس فراوله ما لهم غريبه ان شاء الله حلوه. شو عندك؟ شو تفاحه؟ شو رايك نشرب عصير طازج؟ اي نعم. ها الجوال ويا آمنة اليوم. ها آمنة شو العلموم؟ ها فاطمة ها فاطمة انت ليش لابسين كمامات؟ جربين ها يا. ما شاء الله البهارات اذا تبون بهارات كل شيء متوفر عندهم. يا خطامي ها وين رايحين فطام؟ بيت. ها بيت. بيت هذا احد المجمعات التجارية. بعد ما تنتهي من مجمع تجاري بتدخل شارع دربات. هذا الشارع المشهور مالهم. شوف نظامهم. اما سواقة سيارة ترى جدا موضوع بسيط. اللي صعبه تافه. الجمعة التجارية جينا عند فطومي. وين صرت يا فاطمة؟ ملابس اشياء. وين بتصيرين؟ كحكحت لي وجهكم ويدقون عنها بعد. اندورين لو تلاحظون. دور ارضي. متسارين الطريق هاي.